لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال ساوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله: والقراءة التي نختارها في ذلك قراءة من قرأ بسم الله مجراها بفتح الميم ومرساها بضم الميم، بمعنى بسم الله حين تجري وحين ترسي. إنما اخترت الفتح في ميم مجراها لقرب ذلك من قوله وهي تجري بهم في موج كالجبال، ولم يقل تجري. ومن قرأ بسم الله مجراها كان الصواب على قراءته أن يقرأ وهي تجري بهم. وفي إجماعهم على قراءة تجري بفتح التاء دليل واضح على أن الوجه في مجراها فتح الميم، وإنما اخترت الضم في مرساها لإجماع الحجة من القراء عليها. ومعنى قولهم مجراها مسيرها ومرساها وقفها من وقفها الله وارساها. وكان مجاهد يقرأ ذلك بضم الميم في الحرفين جميعا. وساق السند عن ذلك عن مجاهد: بسم الله مجراها ومرساها قال حين يركبون ويجرون ويرسون. قال عن مجاهد: بسم الله حين يركبون ويجرون ويرسون. عن الضحاك في قوله اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها قال: إذا أراد أن ترسي قال بسم الله فأرست، وإذا أراد أن تجري قال بسم الله فجرت. وقوله إن ربي لغفور رحيم يقول إن ربي لساتر على من لساتر ذنوب من تاب وأناب إليه، يريد بذلك يقول إن ربي لساتر ذنوب من تاب إليه وأناب إليه، رحيم بهم أن يعذبهم بعد التوبة. قال ابن كثير رحمه الله: وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها مجريها ومرساها يقول تعالى إخبارا عن نوح عليه السلام أنه قال للذين أمر بحملهم معه في السفينة اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، أي بسم الله يكون جريها على وجه الماء، وبسم الله يكون منتهى سيرها وهو رسوها. وقرأ أبو رجاء العطاردي بسم الله مجريها ومرسيها.
وقال الله تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ولهذا تستحب التسمية في ابتداء الأمور عند الركوب على الداب على السفينة وعلى الدابة، كما قال تعالى: والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وجاءت السنة بالحث على ذلك والندب إليه كما سيأتي في سورة الزخرف إن شاء الله وبه الثقة. يقول: بسم الله، الحمد لله، الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. قال: وقال أبو القاسم الطبراني، ذكر السند عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمان أمتي من الغرق إذا ركبوا في السفن أن يقولوا بسم الله، بسم الله الملك، وما قدروا الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. يعني يقرأ هذا كله الضعيف منقطع بين الضحاك وابن عباس فضلا عن غير ذلك. الظاهر ان كلها تجري، فيبقى السفن وغير السفن يقول ذلك الذكر. لا تعارض بين أن يقول زي ما ابن كثير هنا ذكر تستحب التسمية عند الركوب على السفينة وعلى الدابة من الآية، وبعدين يقول الآية يقول الذكر الآخر سبحان الذي سخر لنا هذا، فيجمع بين الأمرين. وقوله إن ربي لغفور رحيم مناسب عند ذكر الانتقام من الكافرين بإغراقهم جميعا، بإغراقهم أجمعين، ذكر أنه غفور رحيم، كما قال إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، وقال وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب، إلى غير ذلك من الآيات التي يقرن فيها بين انتقامه ورحمته. هو معنى آخر مهم، وهو أنهم ما ركبوا في السفينة إلا بمغفرة الله ورحمته، إن هذا حال المؤمن. قال: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، فلما غفر لهم سبحانه وتعالى ورحمهم ووفقهم للإيمان كان ذلك هو سبب نجاتهم، فذكروا رحمته ومغفرته لهم حتى تاب عليهم ورزقهم الإيمان والإخلاص ورزقهم اتباع نبيه عليه الصلاة والسلام، فغفر لهم ذنوبهم السالفة ورحمهم بالإيمان والدين، وبهذا نجوا من القوم الكافرين، فناسب ذلك أن يقول إن ربي لغفور رحيم. وقوله تعالى: ونادى نوح ابنه، قال: وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل
يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال أبو جعفر ابن جرير يعني تعالى ذكره بقوله وهي تجري بهم والفلك تجري بنوح ومن معه فيها في موج كالجبال. سبحان الله. ونادى نوح ابنه يام وكان في معزل عنه لم يركب معه الفلك، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. العاطفة عاطفة الأبوة والشفقة دفعت نوحا عليه السلام إلى أن يدعو ابنه أن يركب معه ويؤمن، مع أن الله عز وجل قال إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، ولكن عاطفة الأبوة قوية، فكأنه رجا أن يكون هذا ممن دخل في اللحظات الأخيرة في الإيمان ضمن أهله الذين وعدهم الله بإنجائهم، ولكن ما كان ليحدث ذلك، ولذلك لم يقبل الله دعاء نوح عليه السلام، رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. قال ابن جرير يقول تعالى ذكره قال ابن نوح لما دعاه قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. قال ابن نوح لما دعاه نوح إلى أن يركب معه السفينة خوفا عليه من الغرق قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، يقول سأصير إلى جبل أتحصن به من الماء فيمنعني منه أن يغرقني هي سبحان الله لا يرى لا يعي ما يحصل، الأمواج كالجبال، فكيف يقي الجبل إيه من الموج الذي كالجبال؟ سبحان الله. لكن العقل يعمى عند الكفر والعياذ بالله. وهي تجري بهم في موج كالجبال، وبعدين ابنه يقول سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، ويعني بقوله يعصمني يمنعني مثل عصام القربة اللي بيربط به الذي يشد به رأسها فيمنع الماء أن يسيل منها. وقوله لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم يقول لا مانع اليوم من أمر الله الذي قد نزل بالخلق من الغرق والهلاك إلا من رحمنا فأنقذنا منه، فإنه الذي يمنع من شاء من خلقه ويعصم. لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه، إلا من رحم يعني إلا من رحمه الله، فمن في موضع رفع. لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، إن من هنا في موضع بمعنى إلا الله، لأن معنى الكلام لا عاصم يعصم اليوم من أمر الله إلا الله، من رحم هو سبحانه وتعالى الذي يرحم. وقد اختلف أهل العربية في موضع من في هذا الموضع فقال بعض نحوي الكوفة هي وهو في موضع نصب، لأن المعصوم بخلاف العاصم، والمرحوم معصوم، قال كأن نصبه بمنزلة قوله ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. قال ومن استجاز اتباع الظن، من استجاز
قال: ومن استجاز اتباع الظن والرفع في قوله: وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس، لم يجز له الرفع في من، لأن الذي قال إلا اليعافير جعل أنيس البر اليعافير، استثناء منقطع يعني وما أشبهها. وكذلك قوله إلا اتباع الظن، يقول علمهم ظن. وقال: وأنت لا يجوز لك في وجه أن تقول المعصوم هو عاصم في حال، ولكن لو جعلت العاصم في تأويل معصوم كأنك قلت لا معصوم اليوم من أمر الله. لا جاز رفع من. قال: ولا ينكر أن يخرج المفعول على فاعل، ألا ترى قوله مما إن دافق معناه والله على مدفوق. وقوله في عيشة راضية معناها مرضية، كأنه قال لا معصوم من أمر الله إلا من رحمه الله. ويبقى الأمر الثاني التفسير الأول: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا الله الذي رحمنا. قال الشاعر: دع المكارم لا ترحل لبغيتها وقعد، فإنك أنت الطاعم الكاسي. الطاعم الكاسي ومعناه المكسوب. قال بعض نحوي البصرة: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، على لكن من يرحم، استثناء متصل استثناء منقطع. ويجوز أن يكون على لا ذا عصمة، يبقى إلا ذا عصمة. عندكم إيه؟ لا ولا إلا؟ أي معصوم. ويكون إلا من رحم رفعا بدلا من العاصم. قال أبو جعفر: ولا وجه لهذه الأقوال التي حكيناها عن هؤلاء، لأن كلام الله إنما يوجه على الأفصح الأشهر من كلام من نزل بلسانه، ما ورد إلى ذلك سبيل. ولم يضطرنا شيء إلى أن نجعل عاصما في معنى معصوم، ولا أن نجعل إلا بمعنى لكن، إذا كنا نجد لذلك في معناها الذي هو معناها في المشهور من كلام العرب مخرجا صحيحا، وهو ما قلنا من أن معنى ذلك قال نوح: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمنا فأنجانا من عذابه هو سبحانه، كما يقال: لا منجي اليوم من عذاب الله إلا الله، ولا مطعم اليوم من طعام زيد إلا زيد. فهذا هو الكلام المعروف والمعنى المفهوم. يبقى لا عاصم اليوم من أمر الله إلا الله، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. يقول: وحال بين نوح وابنه يام، وابنه موج البحر يعني موج الماء، فغرق فكان ممن أهلكه بالغرق من قوم نوح صلى الله عليه وسلم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.